لينا دلوقتي كابتن تامر صقر نجم الاهلي والزمالك السابق ومحلل قنوات اون تايم سبورتس عشان نتكلم معاه فنيا اكتر عن اللقاءات الهامه بالنسبه للاهلي وبالنسبه لنادي الزمالك النهارده. يا مساء الفل على حضرتك، اكيد منورنا في اخبار اون تايم. مساء الفل يا شيمة، منورنا إيه؟ منورنا يا كابتن، بنورك يا حبيبتي. اكيد النهارده يعني اللقاءات مهمه جدا، يعني مفيش بالنسبه للاهلي او للزمالك مفيش مجال للخساره عشان يقدروا ان هم يكملوا منافسه على لقب الدوري المصري الممتاز بالنسبه للموسم الحالي. شايف اللقاءات دي ازاي النهارده؟ وخلينا نبتدي بلقاء النادي الاهلي النهارده. لا طبعا لقاءين يعني الاثنين لقاءات صعبه. تكلمي بعد مباراه الاهلي والزمالك في نهائي الكاس، كل فرقه عندها يعني طالع الاهلي طالع محتاج ان هو يعوض في الدوري. الجونه برضو الاهلي هيلعب الجونه مع كابتن طلعت يوسف مختلف تماما يا شيما. صحيح. اخر ماتشين الام بي بيتعادل مع الجونه على ارضه في اخر دقيقه، في نفس الوقت راح كاسب الماتش طلع الجيش 2-1، فنتائجه جيده جدا مع طلعت يوسف. وانا شايف ان النهارده رغم ان اخر مباراه كانت لسه من اسبوعين اعتقد مع اهلي والجونه وتعادلوا، كانت اخر مباراه لتامر مصطفى، ولكن النهارده الحاله اللي فيها لعيب الاهلي والحاله المعنويه اللي هي بعد مباراه الزمالك طبعا، وفي نفس الوقت حاله الجونه الجيده للاعبين هي دي اللي مخليه الماتش صعب، صعب قوي تتوقعي النتيجه. صحيح. فيعني بس الاهلي خلاص لازم، هو الجماهير زعلانه ولازم يحاول يعوض. صحيح. جماهير والناس مفيش مجال للخساره او للتعادل بالنسبه للنادي الاهلي لو حابب ان هو يكمل المنافسه. صحيح. والاهلي اخص اللي انت بتتكلمي، لسه فرق ماتشين لازم يكسبهم عشان يبقى فرق ثلاث نقط على الزمالك، فطبعا اي نتيجه سلبيه بتعادل او خساره هيبعد عن الزمالك وبيراميدز يعني. صحيح. طيب سوارش عشان يعني أنا شايف يطلع الافضليه للاهلي النهارده، سوارش عشان يقدر يطلع بنتائج ايجابيه في المباريات المتبقيه بالنسبه له في الدوري المصري الممتاز، شايف حضرتك ان هو المفترض انه يشتغل اكتر مع الفريق على الجانب الفني ولا النفسي؟ الاثنين الاثنين، الاهلي محتاج الجانب النفسي طبعا بعد الهزيمه الاخيره، والجانب الفني والبدني، لان تتكلمي واضح ان معظم لاعبي الاهلي عندهم اجهاد بدني وذهني كمان، انه صحيح. كم البطولات اللي بيخشوا فيها، فطبعا ده ما فيش لعيب هيستحمله، يعني طبيعي ان النتائج هتبقى يعني عكسيه. ولكن انا وجهه نظري ان كان يعني، ولسه انا قلت رايي ده من فتره، ان انا كنت شايف ان كابتن سامي قمصان كان افضل هو اللي يكمل الدوري لغايه اخر الموسم، لان هو عارف الفرقه اكتر وهو هيلعب بنفس السيستم وعارف كل لعيب بيلعب مكانه صح. فاعتقد شفنا في اللقاء الماضي بالنسبه للنادي الاهلي سوارش طبعا في الشوط الثاني غير طريقه اللعب ولعب بطريقه 3-4-3، هل تتوقع ان هو هيكمل على هذا النحو وهيدخل المباراه النهارده بنفس الطريقه دي ولا هيرجع ل 4-2-3-1؟ بص شيما، احنا لما بنتكلم على الاهلي السنتين السنه دي والسنه اللي فاتت كان عنده اخطاء دفاعيه كبيره جدا. صحيح. حتى مع موسيماني، ولكن صحيح. لما موسيماني ابتدى يلعب بثلاثه ويرجع حمدي فتحي وسط الاثنين سنتر باك، اعتقد ان الاهلي اولا بتدي حلول لعلي معلول اكتر، ان كل ما بتطلعي علي معلول ومحمد هاني بتبعديهم ويبقى ليهم بس واجبات هجوميه غير الدفاعيه، لان بيبقى في امان ان في ثلاثه سنتر باك وراه مع الاثنين هاف ديفندرز. فانا شايف ان هو لازم الاهلي يرجع، وحتى الزمالك لو اخذت بالك هتلاقي ان الزمالك بيلعب بنفس الطريقه. صحيح. معظم الفرق اللي عندهم اخطاء دفاعيه كثيره لازم يرجعوا يلعبوا ثلاثه، بتبقى هتلاقي الدفاع اتحسن سواء في الاهلي او الزمالك. صحيح. طب خلينا بقى نروح على الجانب الاخر النهارده، اكيد طبعا لقاء مهم بالنسبه لنادي الزمالك الساعه 9 مساء، يعني شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ واكيد طبعا نادي الزمالك النهارده نزل اللقاء ده وهو متسلح يعني بروح معنويه عاليه جدا بعد فوزه بلقب الكاس للعام الماضي قصاد النادي الاهلي، شايف ده هيكون ازاي؟ طبعا لا، معنويات الزمالك عاليه، ولكن يعني تاريخ يمكن جمهور الزمالك قلقان ان بعد كل بطوله الزمالك بياخدها بيتلاقي الماتش اللي بعديه بيبقى فيه اخفاق، ولكن الزمالك محتاج ان انت عنده 9 ماتشات، والموضوع رجع له بعد هزيمه الاهلي من بيراميدز، رجع الموضوع في ايد لعيبه الزمالك، لو قدر يكسب ال9 ماتشات مش مستني حاجه من حد. عشان كده انا شايف ان هو النهارده يمكن الصعوبه اللي هيواجهها الزمالك ان هو هيلعب من يعني اهم 2 لعيبه عنده، مع طبعا مع زيزو امام عاشور وبن شرقي مش هيلعبوا، فده ممكن ياثر طبعا تاثير كبير على فرقه الزمالك. ولكن فيريرا عودنا ان هو مهما كانت الغيابات خلاص هو مقتنع ان هو اللعيبه اللي موجوده لازم هيكمل بيهم، فهيبتدي بقى يوجد يعني ممكن. طب مين النهارده يعوض غياب بن شرقي؟ اعتقد نيمار. اعتقد ان هو النهارده هيبتدي، ان نيمار كان بيلعب هو اصلا
مكانه الاصلي في على في الوينج سواء يمين او شمال. فاعتقد النهارده ممكن يبقى زيزو واخد جبهه او شيكابالا، خصوصا مع غياب امام عاشور. ما اعرفش، غالبا اشرف روح هيرجع يلعب جنب محمد عبد الغني، ولكن انا شايف ان لو شيكابالا ما ابتداش الماتش هيبقى زيزو يمين او سيد نيمار يمين وزيزو شمال، او لو شيكابالا ابتدى الماتش برضو ممكن الثلاثه يلعبوا مع بعض، يعني هو الثلاثه اللي تحت راس حربه قدام الاثنين هاف ديفندرز. كابتن تامر صقر نجم الاهلي والزمالك السابق ومحلل قنوات اون تايم سبورتس، اكيد نورتنا النهارده في اخبار اون تايم، واشكرك جدا على وقتك وعلى وجودك معانا.